نتائج أفضل. أنا بعتقد إنه يعني كثير من التحديات تواجه العرب العالم العربي، منها طبعا أنا لا أريد أن أتحدث فيها تحديات اجتماعية واقتصادية ومجتمعية وقيمية حتى أحيانا، هناك مشاكل كثيرة، هذه المشاكل لا يمكن حلها إلا بالمزيد من الحوار، لأنه عندما يتوقف الحوار يذهب المجتمع نحو العنف. وربما البحرين نموذج بالمناسبة، لأننا نعالج على هذه النقطة، من أول الدول التي جرت فيها انتخابات محلية البحرين بال 1919 بعد مصر. وبالتالي كيف يعني أنت لما تجيش تراجع التجربة بتلاقي كيف انحرفت هذه الدولة وغيرها من انه تبدا عمليه الانتخابات في 1919 وتنتهي باجراء انتخابات شكليه في 2011 ولا في 2012 في 2019. وبالتالي هناك ازمه حقيقيه يجب ان تكون مفردات يعني قابله للحل وقادره على الحل، ولكن هذا يبدا اولا بالحوار باحترام الحريات، باحترام المعتقدات، باحترام تركيبه المجتمع، وايضا بايجاد الدستور التوافقي الذي يخدم العملية الديمقراطية بروبتها. شكرا. تؤثر وتتأثر بما يحدث للأمة العربية. فما يجري في البحرين تحديدا هو انعكاس لحالة الطائفة العربية والتي ألقت بظلالها السوداء على القضية الفلسطينية، وأدت إلى غياب القضية الفلسطينية كقضية مركزية في أذهان الشعوب العربية التي بغالبيتهم يقفون قلبا وقالبا مع القضية الفلسطينية. أتوجه بالتحية إلى شعوب الخليج العربي بكافة تلاوينها ومشاربها السياسية والدينية والمجتمعية. هذه الشعوب المناضلة الحية والأصيلة التي تواجه عدوانا على عروبتها وهويتها وحتى على موقفها المبدئي من القضية الفلسطينية من قبل أنظمة رجعية دينية تابعة. لكن حتى لو أريد كثيرا على ما تفضل به الإخوة والإخوات في المداخلات السابقة، حقيقة نحتاج إلى توصيف لحالة التغول بهذه الأنظمة العربية التي تحاول أو حاولت واجتهدت في كل السنوات الماضية لاجتثاث وارتكاب الكثير من المجازر بحق شعوبها وايضا بحق العلماء والمشايخ، ونموذجا على ذلك ثوره البحرين التي اليوم مر عليها اكثر من 8 سنوات في مواجهه النظام البحريني. توصيفا لهذه الحاله نقول بان كل من يقترب من ازاحه هذه الانظمه او كل من يقترب في مواجهه هذه الانظمه كان لابد لهذه الأنظمة أن تكون أنظمة وحشية وتعسفية وقمعية في إجراء كل مشاريع الثورة وكل من يريد أن يثور في وجه الظلم والاستبداد الذي تمارسه هذه الأنظمة، وخاصة عندما نرى أن كل أبواب اليوم الخليج وكل أبواب هذه الدول تفتح في مشاريع التطبيع وتتسابق في من خلال سباق ماراثوني وهرولة واضحة للتطبيع مع هذا الاحتلال. لذلك أي ثورة اليوم سواء في البحرين أو في العالم العربي والإسلامي هي اليوم لا بد لها ألا تنمور ولا بد أن تولد ميتة، لأن أي قوة لهذه الثورات هي حقيقة تجهض كل المشاريع الصهيونية الأمريكية في المنطقة.